تحية لكم برنامج علم السياسة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. الدكتورة أنجيلا ميركل من الفيزياء إلى السياسة. أنجيلا ميركل هي زعيمة ألمانيا وزعيمة أوروبا لعدة سنوات، وصلت إلى السلطة عام 2005 وتغادر السلطة عام 2021. 16 سنة أنجيلا ميركل واحدة من أقوى الزعماء والزعيمات في العالم في نصف القرن الأخير. من كتاب باتريشيا كراوس ميركل السلطة السياسة ومن مراجع أخرى نوجز قصة بداية ونهاية الزعيمة الألمانية الدكتورة أنجيلا ميركل. واحد، أنجيلا ميركل في الثانوية العامة. أنجيلا ميركل والدها قس رجل دين مسيحي، وكانت عايشة أغلب الوقت في ألمانيا الشرقية، وكانت تلميذة مميزة جدا، وكانت ملتزمة وهادئة. في الثانوية العامة كانت الأولى على المدرسة، إلا أنه ده ما يمنعش من بعض الشغب أثناء المراهقة. الكتاب بيقول إن هي مرة هي وبعض الزميلات ذهبوا إلى محل لبيع المشروبات وسرقوا أحد المشروبات وقعدوا يشربوه مع بعض، وقضوا وقت اعتبروا فيه إنهم انتصروا على صاحب المحل بخداعه. إلا إن هذا الشغب ما كانش الجزء الرئيسي في شخصية ميركل اللي كانت ملتزمة جدا جدا كطالبة، إلا إن الكتب بتقول إنها كانت بتعامل أخوها بدرجة عالية جدا من التسلطية. أخوها أصغر منها كانت بتعامله كأنه ساعي لها، تديله الأوامر وهو لازم ينفذ فورا. فعينت أخوها ساعي ليها لمدة سنوات طويلة في المراهقة وما بعد المراهقة، إنما طبعا ده بيؤخذ على سبيل الدعابة لأن علاقتها بأخيها علاقة جيدة. والدها كان رجل دين مسيحي قص، لكن ألمانيا الشرقية كانت دولة شيوعية ملحدة في ذلك الوقت، وبالتالي يكون والدها رجل دين ده يقلل فرصها في دخول الجامعة. كانت ناوية تدرس التعليم والتربية علشان تكون معلمة، إلا إن وجدت إن التقرير الأمني عن أهلها صعب والوظيفة دي أصعب، فاتجهت إلى الفيزياء. عملت حاجتين، قالت إن والدها سائق وليس رجل دين، والأمر الثاني انضمت إلى الحزب الشيوعي، وبالتالي خدت فرصة تدخل الجامعة وتدرس علم الفيزياء والكيمياء. اتنين، أنجيلا ميركل تدرس الفيزياء. أنجيلا ميركل درست الفيزياء والكيمياء أو ما يسمى العلوم البينية، الكيمياء الفيزيائية. دكتور أحمد زويل قال لي إن هو قابلها مرة وقالت له نقدر أتكلم معاك في الكيمياء نصل إلى حل، إنما الكلام في السياسة قد لا يؤدي إلى حل. أنجيلا ميركل محاطة بعلم الفيزياء. أخوها اللي كانت مشغلاه ساعي درس فيزياء، زوجها الأول درس فيزياء، زوجها الثاني أستاذ في علم فيزياء الكم وكان مشرف عليها في رسالة الدكتوراه. فهي وزوجها الأول وزوجها الثاني وأخوها كلهم مجموعة علم الفيزياء. أنجيلا ميركل في أثناء الدراسة اشتغلت لبعض الوقت نادلة، يعني جرسونة في حانة، كانت بتاخد فلوس عن كل مشروب تقدر تبيعه، وقالت إن هي كانت بتعمل كده علشان خاطر تجيب أي دخل يساعد في إيجار البيت اللي كانت مستأجراه. إذن بنتكلم على شخصية جادة، كانت بتشتغل بتحاول تزود الدخل، عايشة عيشة عادية جدا، لكنها طول الوقت كانت معجبة بالعلم لدراسته، علم الفيزياء الذي أحاط بها عائليا طيلة الوقت. ثلاثة، أنجيلا ميركل الشيوعية. انضمت ميركل إلى الحزب الشيوعي في ألمانيا الشرقية، وكانت شيوعية ملتزمة من الناحية التنظيمية، إلا أنها في الواقع فكرها كان فكر متحرر لا ينسجم مع الفكر الاشتراكي أو الشيوعي. أنجيلا ميركل حاولت بعد كده تدخل الحياة العامة. هي أخذت الدكتوراه عام 86، بدأت تبص على المجال العام. عام 1989 كان بقى التحولات السياسية الكبرى في أوروبا الشرقية أو ما يسمى ربيع أوروبا وانهيار سور برلين. دخلت بعد كده أحد الأحزاب السياسية في ألمانيا الشرقية، بتقول إن كان دورها إنها توصل أجهزة كمبيوتر تم إهدائها من ألمانيا الغربية إلى حزبها في ألمانيا الشرقية، لكن دورها الوحيد كما قالت كانت إنها مجرد أخرجت أجهزة الكمبيوتر
من الكراتين أو الصناديق فقط، إلا إن حد بعد كده هو اللي ركب هذه الأجهزة، لكنها صعدت بقوة وبقت نائب المتحدث الرسمي باسم آخر حكومة في ألمانيا الشرقية. إذن الدكتوراه 86، السياسة 89، ثم نائب المتحدث الرسمي لآخر رئيس حكومة قبل وحدة ألمانيا. 4. أنجيلا ميركل الوزيرة. لما ألمانيا توحدت كان زعيم ألمانيا هيلموت كول، وكان معجب بيها بيعتبرها بنته، هي مشهورة أنها الابنة السياسية لهيلموت كول، استطاعت أنها تدخل البرلمان وتقترب من هيلموت كول، فعينها وزيرة، اختارها وزيرة للمرأة ثم وزيرة للبيئة. لكن المثير في شخصيتها البراجماتية الهادئة، أنها هادية جدا جدا، لما تلاقي منافسين تسيبهم يتقاتلوا لغاية ما ينتهوا وترث هي المشهد بسلاسة وهدوء، لدرجة أنها ورثت هيلموت كول نفسه، أنه لما تم اتهامه في قضية مالية حزبية هي على الفور باعته، طبعا في إطار قيمي، وقالت أنه ينبغي أن يتنحى، وتنحى فعلا، ونجحت تفوت فرصة المتنافسين، وأن هي ترث عرش هيلموت كول وتصبح مستشارة ألمانيا بعد هزيمة شرودر في عام 2005. كانت براجماتية ذكية هادئة جدا، تترك الملعب للمتصارعين فيقضي بعضهم على بعض ثم تصبح هي سيدة المشهد. 5. أنجيلا ميركل المستشارة. أنجيلا ميركل مرت في حياتها السياسية بمراحل كتيرة جدا. قبل سور برلين كانت بتطلع من ألمانيا الشرقية من الغربية وترجع مرة تانية، أثناء سور برلين ما تقدرش، بعد سور برلين بقت نائبة وزيرة مستشارة. عايشت 4 رؤساء لأمريكا وهي زعيمة ألمانيا، من بوش الابن إلى باراك أوباما إلى دونالد ترامب ثم إلى جو بايدن، وأيضا رؤساء حكومات من أول توني بلير إلى بوريس جونسون. وبالتالي هذه الزعيمة واكبت مراحل مهمة من تاريخ أمريكا وأوروبا ومن تاريخ العالم. كان عندها أزمات كتيرة زي أزمة اللاجئين، الأزمة الاقتصادية والمالية في اليونان، أزمات كتيرة، لكن كانت مصرة باستمرار أن اليورو هو عنوان أوروبا وأن وحدة أوروبا هي الحرية. هنا في فرق كبير بين رؤية ميركل اللي جاي من أوروبا الشرقية الشيوعية قبل كده، اللي شايفة أن أوروبا هي الحرية، وبين رؤية الذين صوتوا للبريكزيت في بريطانيا اللي شايفين أن الخروج من أوروبا هو الحرية. يعني البريطانيين شافوا الخروج من أوروبا الحرية، لكن ميركل ترى أن البقاء في أوروبا يمثل الحرية. ميركل تجاوزت أزمات كتيرة جدا وتغادر 2021 وهي سيدة ناجحة للغاية، لا شعبية كبيرة جدا، تجاوزت أزمات لا نهاية لها، وجعلت ألمانيا الاقتصاد الأول في أوروبا والزعيمة الحقيقية للقارة الأوروبية. 6. وأخيرا أنجيلا ميركل الإنسانة. أنجيلا ميركل في زواجها الأول عاشت في شقة من غرفة واحدة، في زواجها الثاني والدكتور يواكيم من كبار علماء الفيزياء في العالم المفروض تنقل سكن المستشارية زعيمة ألمانيا، بتروح قصر المستشارية، إلا أنها رفضت السكن الرسمي ليها اللي فاخر جدا، وأصرت على البقاء مع زوجها في شقة بسيطة متواضعة في برلين. أنجيلا ميركل نموذج للسيدة المتزنة الوقورة البسيطة، بتخرج تتسوق بنفسها من مراكز التسوق، ملابسها باستمرار بسيطة جدا، مفيش أي تفاخر بأي براندات أو أي مصممي أزياء عالمية، هي نموذج للبساطة والقوة في العالم. أنجيلا ميركل أيضا رغم كل هذه القوة إلا أنه يقال أنها تخاف جدا من الكلاب. الرئيس بوتين في مرة من المرات اصطحب معاه كلب، وقيل أنه كان يقصد يخليها متوترة أثناء المفاوضات، وفعلا كل صورها بتبص لهذا الكلب بدرجة عالية من الخوف. قيل أنها سئلت بعد كده عن هذا المشهد وقالت إن بوتين هو اللي كان خايف من المفاوضات
فحاول ان هو يستخدم الكلب التخويفي، الا انها وصفت بوتين بالضعف في التصرف في هذا الموقف. في كل الاحوال من 2005 ل 2021 نحن إزاء زعيمة أوروبا من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الموحدة، من قبل صور برلين إلى ألمانيا التي أصبحت زعيمة لأوروبا. لقد خرجت من السلطة لكنها دخلت التاريخ. يبقى القول، عايز أدعو جامعة القاهرة أن توجه الدعوة للزعيمة أنجيلا ميركل للقاء محاضرة زي محاضرة أوباما في جامعة القاهرة، لأنها واحدة من أهم القادة في العالم، بعد أن تغادر المنصب وبعد أن تضع الجائحة أوزارها في 2022 أو فيما بعد بمشيئة الله. ثم تمنح جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية للدكتورة أنجيلا ميركل، لأنها حصلت على أكثر من 10 دكتوراهات فخرية، واحدة منها الجامعة العبرية. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. أتمنى أن يرى المصريون أنجيلا ميركل وهي تحاضر في جامعة القاهرة وحاصلة على الدكتوراه الفخرية من جامعتنا المرموقة. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج علم السياسة.